طيب الغسل ملوش وقت والتكفين ملوش وقت، لكن الصلاة والدفن ده هو اللي ليه وقت. أم النبي عليه السلام نهى عن الصلاة في أوقات كراهة، الساعة 12 إلا 5 والظهر بتأذن 12، يعني قبل الظهر بخمس دقايق، ده اسمه وقت الاستواء. وبعد الفجر لغاية طلوع الشمس، وبعد العصر لغاية غروب الشمس، التلات أوقات دول مكروه فيهم الصلاة أصلا، وكمان مكروه فيهم الدفن. يبقى إذن احنا عندنا أربع حاجات، منهم حاجتين اللي هو الغسل والكفن مالهمش وقت، أغسله من أي ساعة حتى في أوقات الكراهة دي ما يجراش حاجة.